صدر من البشر ما هو؟ انت تعرف اذا واحد مصاب بمصيبه، الله يمسح عليكم جميعا ان شاء الله، اذا واحد مصاب بمصيبه وانت تريد تخبر والدك، تريد تخبر امه بالمصيبه، ها تحتاج تمهد الى صغير وما تصدمه مره واحده بالخبر، خصوصا اذا كان الخبر شديد الواقع على قلبه، يحتاج الى مقدمه، الى ثنتين، الى ثلاثه. Thank you.